معالي وزير النقل المهندس هاني ضاحي. مساء الخير يا سيادة الوزير. اهلا مساء النور يا استاذه لؤي. اهلا وسهلا بحضرتك، نبارك لك قريب ان شاء الله على الافتتاح. يعني انا شايفين انه في همه وعزيمه وعايزين تخلصوا المرحله دي في نص الوقت باذن الله، فيا ريت تكلمنا على اهميه الشغل اللي بيحصل ده، هيخدم ايه وايه المنتظر منه من فايده باذن الله. شوفي حضرتك، احنا النهارده يعني السبع شهور اللي فاتوا احنا كنا في مرحله اعداد ومرحله ازاله مرافق، لان النهارده المفروض ان انا بسلم المقاول العام لتنفيذ المشروع، بسلمه مواقع المحطات تكون خاليه من المرافق العامه. فالفتره اللي فاتت كلها كنا بدانا العمل فعلا بنزيل المرافق اللي موجوده في الخمس محطات اللي هم المفروض هيبدا فيهم العمل، بدءا من محطه هارون اللي كان فيها النهارده بدايه اطلاق تنفيذ هذه المرحله، يليها محطه ميدان هليوبلس والالف مسكن ونادي الشمس والنسر. إزالة المرافق، وبعد كده كان على التوازي بنتفاوض مع ائتلاف الشركات المصرية الفرنسية اللي قاموا بتنفيذ المرحلة الأولى والثانية. كنا بنتفاوض على نقطتين مهمين جدا، الجزء الأول ما يخص مدة التنفيذ والأسعار. طبعا احنا وصلنا لأسعار متميزة جدا في تنفيذ هذا الجزء، بالإضافة إلى مدة التنفيذ اختصرناها 50%. المرحلة دي مهمة جدا لأن تمر في كثافه سكانيه في منطقه الالف مسكن وميدان هليوبلس ونادي الشمس. أيوة. ومحطه النزهه. بترتبط معها مرحله ثانيه، هي مرحله فوق الارض، طولها في حدود 6 كيلو ويمكن و3 من 10. دي بتتم تنفيذها بالكامل بشركات مصريه وسواعد مصريه. حاليا برضو بيتم ازاله المرافق والتنسيق مع كل الجهات الموجودة في الدولة، لإن شاء الله نبدأ خلال شهر هنعلن عن بدء تنفيذ هذه المرحلة أيضا. يبقى في التوقيت ده احنا بنتكلم على مرحلتين مهمين جدا هيرتبطوا بمنطقة شرق القاهرة بالكامل، والمرحلة الثانية اللي هتبدأ محطة النزهة وتوصل برضه في محطة قباء ومحطة عمر بن الخطاب والهيكسيب لغاية ما بنوصل لمدينة السلام اللي هي محطة المستشار عدلي منصور، وفيها ديت بتبقى في إنشاء لورشة كبيرة للخط الثالث. هو شرق القاهره كده ممكن بشكل او باخر ده يخدم او يكون في امتداد للعاصمه الاداريه الجديده؟ لسه هكمل لحضرتك. من نهايه محطه المستشار عدلي منصور بيبدا اللايت ريل او القطار المكهرب اللي احنا اتفقنا عليه في الصين، وده حاليا تم دراسات الفنيه والهندسيه وتدقيق المسار واختياره واعتماده. وحاليا بيتم التصميم الهندسي علشان يبدا التنفيذ هذه المرحله. طيب اللايت ريل ده هيربط ايه؟ هيربط من منطقه مدينه السلام ويتجه الى الشروق والعبور، ثم يصل الى مدينه العاشر من رمضان ويرد تاني على العاصمه الجديده بطول 69 كيلو. يبقى احنا كده ربطنا شرق القاهره كمان بالمدن. المساله مخططه يعني ان يبقى شبكه الطرق الجديده كلها بالمرحله بتاعه المترو دي كلها تخدم بعض وتخدم شغل ده يعني شبكه متكامله من وسائل النقل والانتقال، اللي هي هتيسر حاجتين، هتيسر انتقال الساده المواطنين وتقلل من استخدام السيارات ودخولها العاصمه، لان النهارده هتبقى وسائل نقل متميزه وسريعه ومسارات بتاعتها بتبقى منفصله، ما بيبقاش فيها اي معوقات في اثناء المرور. ده حضرتك احنا يعني في المخطط اللي اتبنى عليه تنفيذ هذا المشروع، احنا بنتكلم في نقل 1 مليون راكب في اليوم في هذا الخط، الجزء ده اللي انا قلته لحضرتك دلوقتي. معنى كده ان ما يبقى في 1 مليون راكب بيتم استخدام هذه الوسائل من الانتقال، هيبقى بنخف الحركه تماما في الجزء اللي هو فوق الارض، وبنخف استخدام جزء كبير من استخدام السيارات اللي هي بتيجي من مدن الشروق والعبور اللي بتنزل لمدينه القاهره، وبالتالي بقى بتساعد بطريق غير مباشر في تخفيف ازمه المرور اللي موجوده في وسط العاصمه. يتزامن ده بقى مع حضرتك ان احنا كمان في المرحله الثالثه من الخط الثالث. ايه المرحله الثالثه من الخط الثالث؟ دي طولها تقريبا 17 كيلو. 17.7 فيها 15 محطه. الجزء النفقي فيها 8 محطات. بتبدا من محطه العتبه اللي هي منطقه ارتقاء، وبتتجه الى ماسبيرو، الزمالك، الكيت كات، شارع السودان، ويتفرع شمال لشارع وادي النيل وجامعه الدول العربيه. مفهوم. الوصله دي فيها 8 محطات نفقيه. طول الوصله كلها زي ما قلت لحضرتك 17.7 كيلو، جزء ثاني هينتقل من شارع السودان بيوصل الى الطريق الدائري، والجزء الثاني من جامعه الدول العربيه هيوصل لجامعه القاهره، يربط مع
مترو الانفاق في عظيم. معلش يا سياده الوزير احنا كده محتاجين وقت كبير قوي علشان نقعد. بسم الله ما شاء الله، يعني المخطط كبير، لكن تنفيذ هذا المخطط يمكن احنا كنا تابعنا من ايام الرئيس كان بيقول يعني اولا الوقت ويلا بسرعه وعايزين يعني يكون في انجاز، وتابعت برضو شويه اجراءات وقرارات من حضرتك انه والله لا العمل 24 ساعه، نشوف الشركات ايه مشاكلها وايه اللي ناقصها، لو في اليات يعني او معدات يتم امدادهم بكل ما يحتاجوه. عايز اعرف ده تم تنفيذه على الارض؟ المساله اختلفت عن الاول؟ اكيد. شوفي حضرتك النهارده الشركات، حتى الشركات المنوط لها تنفيذ هذه المشروعات عندها احساس قومي واحساس وطني. ان احنا كلنا عايزين ننجز في 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 هذه المرحله، وتحديدا تنفيذ ما كلفنا به. لان المواطن المصري مستني يشوف حاجه على ارض الواقع. مشكلتنا في وزاره النقل ان اي مشروع بنعمله ما بيخلصش في 48 ساعه. اقل مشروع ممكن يتعمل زي ما قلت لحضرتك مترو انفاق قبل كده، المرحله ال 5 كيلو دي كانت بتتعمل في 4 أو 5 سنين. النهارده بنقول هنعملها في 24 شهر. الجزء الثاني اللي هو حضرتك بتاع المرحله الثالثه اللي انا قلته لسيادتك، اللي هو بيبدا من العتبه وينتهي في ويتفرع الى شارع السودان والى شارع جامعه الدول العربيه، دي برضو مخطط لها انها تنفذ في 3 سنوات، هي كان المفروض انها تعمل في 6 سنوات. كويس. طيب معلش برضو يا سياده الوزير، كانوا احنا بنتفق في الصين كانوا عايزين 4 سنوات، اتفقنا على 2 سنين. كويس، احنا بنفصل في الوقت وفي الفلوس دلوقتي الحمد لله. طيب. ده اكيد طبعا طبعا. طيب سياده الوزير، محطه مترو السادات ان شاء الله خلال شهر هيكون، كان في ملاحظات احنا بننهيها بالنسبه للدفاع المدني ووسائل الاطفاء وكده، وبالاضافه طبعا لتركيب كل الاجهزه الحساسه للكشف عن اي اجسام غريبه. ان شاء الله خلال شهر هيبقى في قرار حاسم بالنسبه لمحطه السادات. تمام. في اي جديد بالنسبه للمترو اللي كنا عايزين نوصله للزمالك وكان في اعتراضات؟ ما هو ده يا فندم اللي انا قلت لحضرتك، دي المرحله الثالثه من الخط الثالثه. لا الناس كتيري. لا الناس، لا انا بتكلم على الناس. والله حضرتك احنا اي حاجه بنعملها بتبقى مبنيه على دراسات مستفيضه هندسيه ومن اعلى بيوت خبره عالميه موجوده. اعتقد ان احنا يعني احنا مش في صدام مع حد، احنا كلنا مواطنين، كلنا مصريين، كلنا بنخاف على بلدنا، وكلنا بنخاف على المنشآت اللي تبقى موجوده قائمه، وبنخاف على الاستثمارات اللي هتتحط. انت عارف حضرتك النهارده المرحله 4A و4B بنتكلم في 16 مليار جنيه من موازنه الدوله بتتعمل على 2 سنين. فاكيد احنا بنحافظ على الاستثمارات وبنحافظ على المنشآت وبنحافظ على الساده المواطنين. طيب عايز اقول لحضرتك على حاجه هي بعيدة ومش بعيدة عن اللي بنتكلم فيه، واحنا بنتكلم على مترو الأنفاق القديم عندنا واللي بيتم تطويره والجديد اللي إن شاء الله بنشتغل فيه. في معانا النهارده فقرة يا سيادة الوزير، يعني فرقة شباب لطاف جدا وعاملين فرقة بيغنوا في المترو، هم مسميين نفسهم كده مترو توني، يعني أنت عارف بقى حضرتك بعيد عن المشاكل ولا زحمة المترو أو السلوكيات السلبية أو حتى الخوف من الإرهاب والقنابل، هم بينزلوا يعملوا حاجة لطيفة كده ومزيكا للناس ببلاش، يعني برضو الناس اللي على قد يعني تسمع حاجة حلوة. فهل ساعات بيقولوا في شوية مضايقات، الخوف طبعا من يكون في تجمعات والكلام ده كله، فإيه رأيك في الفكرة دي؟ وإنه برضو الوزارة مع الجهات المعنية مع الداخلية مع جهاز المترو طبعا تابع لحضرتك نقدر نعمل حاجة؟ شوف هقول لحضرتك حاجة، يعني ده طبعا عمل طيب ويمكن بيدي نوع من الإحساس بالاطمئنان للسادة المواطنين، بيوجد حاجة تانية نوع من البهجة فيه، لكن محتاج يتنظم علشان ما يبقاش اي حد بيداخل بحجه انه بيعزف موسيقى او بينشد اناشيد معينه ويتصرف في وسط الركاب، فده هيحتاج يتنظم. أيوة. انا هدعو هؤلاء المواطنين الاعزاء ان هم يجوني وانا هقعد معاهم وننظم الكلام ده عن طريق شرطه نقل والمواصلات. طيب. وتبقى في اماكن محدده، ما تبقاش لان في اماكن تبقى مكتظه جدا بالناس مش محتاجه طبعا ان احنا يحصل تكدس اكتر، لكن هي هتحتاج تتنظم. وانا يعني بقول ان دي حاجه اسمحهم معانا كده النهارده يا فندم ان شاء الله، ويعني زي ما بيقولوا احنا عايزين نرفه عن الناس برضو، وكل ده يبقى باحتياطات امنيه وبشغل طبعا يعني نتابعه، بس عايزين حاجه مختلفه. وكل الدول، في دول متقدمه كتير يعني بيبقى الكلام ده في الشارع وبتبقى يعني حاجه لطيفه. انا بشكرك سياده الوزير مهندس هاني ضاحي وزير النقل على وجود حضرتك معانا.